التنافسية في الوظائف أصبحت أعلى في الوقت الحالي من أي وقت مضى، وضروري أن الموظف يعرف كيف يسوق نفسه بالشكل الصحيح واللي يتيح له الفرصة للحصول على وظيفة مناسبة مثل شخصيته. والسؤال اللي يطرح لكل موظف أثناء تجربة السيرة الذاتية، هل أزيد المهام والمناصب اللي عملت فيها أو أفضل أكتب مدة أطول في المهام حتى وإن كانت قليلة؟ هذا اللي راح نعرفه مع مدرب تطوير الذات أستاذ عمرو القثمي. أهلا أستاذ عمرو. أهلين وسهلين، سعيد بتواجدي معكم. الله يخليك أستاذ عمرو. في البداية السؤال المهم، قبل ما الشخص يكتب السيرة الذاتية حقته، كيف ممكن أنه هو يسوق لنفسه بطريقة كويسة؟ طيب تمام. بداية في خطوة مهمة احنا ننصح فيها قبل ما ندخل في موضوع السيرة الذاتية، وهي الأساس أو البراند اللي الشخص لازم يسويه لنفسه. وهذه بتكون عن طريق إيش؟ عن طريق ننصح دائما أنه يكون الشخص عنده حساب في اللينكد إن. اللينكد إن الآن يعني لازم كلنا نعترف أنه أصبح شيء ضروري، أداة مرة مهمة في التوظيف وتظهرك بشكل بروفيشنال. فأنا أنصح كل الشباب أنه يكون عندهم حساب في لينكد إن، حيدي صورة احترافية أكثر للشخص. ضروري أنه الشخص يراعي إيش المحتوى اللي يحطه في لينكد إن، ضروري يراعي أن الصورة اللي حاططها تكون صورة جيدة، صورة احترافية. ما يعني بنشوف كثير أشخاص بيغلطوا مثلا أنه حتى بيحط صورة ما تنفع أو صورة ما هي بروفيشنال. غير كذا مو بس لينكد إن، يهمنا أنه نتأكد أنه مواقع التواصل كلها أنت حساباتك فيها تكون فيها محتوى جيد، لأنه لازم نعرف أنه الـ HR الجيد في الأيام هذه بيدخل بيعمل سكرينينج على الشخص، بيشيك عليه في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. فضروري انت تكون مدي صورة جيدة لك قبل السي في حتى. اذا في عندك حاجة او كونتنت انت حاسس انه ممكن يكون عائق لك في او يكون يسيء لك او يسيء لصورتك عند الشركة او عند صاحب العمل، فياريت انك تحط حسابك برايفت ويكون افضل. فهذه نقطة اساسية ومهمة جدا في الايام هذه قبل لا ندخل في موضوع السيرة الذاتية. طبعا اصبحت الان الحسابات على التطبيقات حتى ياخذ بها، يعني حتى الواحد حسابه في السوشيال ميديا برضه يكون مهم جدا يعني، وبرضه بياخذ به الواحد، برضه لازم ينتبه لهذه النقطه ايضا. طب خلينا ندخل على موضوع كتابه السيره الذاتيه، ايش هي الاساسيات اللي لازم اراعيها ولازم تكون موجوده في السيره الذاتيه؟ طيب جميل. من الأساسيات اللي لازم نعرفها في السيرة الذاتية إنه أول شيء، وأنا يعني الحلقة هذه حركز شوي على الأخطاء الشائعة اللي بشوفها. صح. فمن أهم الأشياء إنه تكون وسائل التواصل محطوطة بشكل كويس. بيمر علي مئات السي فيز أو السيرة الذاتية، بلاقي الإيميل محطوط إيميل ما ينفع، ما هو ريبريزنتبل، ما ينفع إنه أحطه كسي في. فيكون الإيميل احترافي، تكون معلومات التواصل محطوطة بوضوح، الاسم يكون واضح. ضروري أن أنا أحط أوبجكتيف لي، أنا إيش الهدف من أني بقدم السي في، أنا إيش أبغى أوصل. يكون في كارير سمري بسيط يبين إيش ملخص كذا، يبين أنا إيش خبراتي قبل ما ندخل في التفاصيل. ويا ريت يكون السيره الذاتيه او السي في تكون يعني لا يمنع انها تكون مخصصه لوظيفه معينه. يعني انا دائما اقول لا تخلي السيره الذاتيه حقتك هي واحده لكل شيء، لا، حسب الوظيفه اللي بتقدم عليها حاول تغير او تعمل تغييرات بسيطه في السي في تكون عشان تكون فعاله اكثر. بعد كذا بعد كذا مهم انك تحط الخبرات. الخبرات طبعا لو شخص عنده خبرات طويله يبدا بالخبرات قبل الاديوكيشن، قبل التعليم. اما لو شخص حديث التخرج فاحنا دائما نقول لا، خلي الاديوكيشن اول، حتى لو عندك خبرات بسيطه خليها بعدين. فهذه ناس كثير بيتلخبطوا فيها. عموما هو في السيره الذاتيه وفي السي في ما في صح وغلط، بس احنا بندي نصائح كبست براكتس في هذا المجال. برضو من الحاجات اللي مهم ان نراعيها التسلسل الزمني، ان يكون الشخص اللي بيقرا السي في يكون يبدا من الحاجات الاحدث للاقدم، ما يكون العكس.
لازم برضو كمان نسأل نفسنا سؤال، هو إيش الهدف من السي في أصلا؟ يعني أنا يهمني إنه الشخص قبل يقدم السي في يكون عارف إنه الهدف أو الغرض من السيرة الذاتية هو غرض بسيط جدا، إنك أنت تحصل على المقابلة الشخصية أو تروح للخطوة اللي بعدها اللي هي المقابلة الشخصية. فهذا هو الهدف. ولازم يعني الطريقة الصحيحة لكتابة السي في إنك أنت تحط نفسك مكان الشخص المستقبل للسي في، حط نفسك مكانه، أنت إيش تبغى تشوف في هذه السيرة الذاتية؟ يهمنا إنها تكون دائما منظمة، تكون سيمبل، ما يكون فيها زخرفات، هذه أشياء نحاول نبتعد عنها، تكون بسيطة ومرتبة ومنظمة. السؤال الشائع كثير جدا اللي بنسمعه إنه طيب قد إيش أخلي سيرتي الذاتية؟ صفحة، صفحتين، خمسة؟ طيب الإجابة هي ما في صح وغلط، لكن احنا دائما بنقول حاول انك ما تعدي صفحتين. هذا انا في اعتقادي او في رايي الشخصي هو الافضل، بطريقه او باخرى حاول انك انت من صفحه الى صفحتين كحد اقصى، بتكون مثاليه جدا. ليش؟ لانه انت لازم تعرف انه الاتش ار اصلا اللي بيقرا السي في ترى على فكره هو في البدايه ما بياخذ الا اثبتت الدراسات انه من 10 ل 30 ثانيه، هذا هو الوقت اللي الشخص بياخذ فيه نظرة على السي في بشكل سريع. فضروري انها تكون مرتبة ومنظمة. اعتقد في وجهة نظري انه المفتاح لانها تكون سيرة ذاتية ناجحة، ارجوكم انها تسويه بنفسك. اهم شيء في السي في انك انت تسويه بنفسك. لا يمنع انه تخلي شخص خبير اكسبرت يراجعه لك، يديك عليه بعض الملاحظات، لكن ضروري ان الاساس يكون انت بانيها وكاتبها بنفسك. طيب فهذه بعض التريكس والنصائح فيما يخص السيره الذاتيه. طيب استاذ عمر، هل السي في هو يعتبر كل شيء ولا في امور ضروريه لازم نسويها بعد ما يتقدم السي في؟ جميل. طبعا السي في هو زي ما قلنا هو خطوه او اول هدف منها تاخذك للخطوه اللي بعدها، النكست ستيب اللي هي المقابله. طيب قبل المقابله وقبل ما ندخل الان ونتكلم شويه على المقابله الشخصيه، خلينا نقول انه في حاجه مهمه جدا اللي هي الاستثمار بالمعلومات. انا اعتبر هذه اهم حاجه. ايش يعني الاستثمار بالمعلومات؟ يعني انت اول ما تكون مؤهل للانترفيو والمقابله الشخصيه لازم تستثمر وتحط وقت كويس انك انت تشوف حاجتين. الحاجه الاولى تاخذ معلومات عن الشركه. ما هي حلوه انك انت تدخل انترفيو ويسالوك انت ايش تعرف عن الشركه وتقول لهم والله كاني شفت انه كذا. اعتقد لا، انت لازم تحط وقت، تكرس وقت وتدرس كانه بحث الشركه هذه، ايش مجالها، ايش نشاطاتها، ايش فروعها، هل في نجاحات مؤخرا صارت. هذه أمور كلها تديك قوة أكثر وأنت داخل المقابلة. غير عن الشركة لازم تستثمر برضو بمعلومات عن الوظيفة نفسها اللي أنت مقدم عليها، تعرف إيش طبيعتها، إيش المهام الأساسية اللي فيها، بحيث أنك أنت تدخل المقابلة الشخصية وأنت شخص متمكن ملم عندك جميع المعلومات المطلوبة. طيب فهذا قبل المقابلة الشخصية. طيب تفضلي. قبل المقابلة يعني في سؤال كمان مهم في السيرة الذاتية، يعني بعض الخبرات بتكون طويلة أو المهام طويلة، إني أنا مرت بخبرات مرة طويلة، هل أكتبها كلها بتفاصيلها ولا الاستغناء عن بعض المعلومات ممكن يكون خطأ أو ممكن ما يديني يعني الجهة أو الجهة ما تعرف عني هذا الشيء؟ ممكن انا استسهل اقول لا والله ممكن هذا شيء تافه او هذا مو شيء مهم، فانت ايش رايك في هذا الموضوع؟ يعني اكتب كل شيء بالتفاصيل ولا استغني عن بعض المعلومات او بعض الخبرات اللي انا ممكن تكون من وجهه نظري ما لها داعي يعني؟ طيب تمام. الجواب انك انت تحط نفسك مكان الشخص اللي بيقرا السي في، هل يعني حط التفاصيل بطريقه حطها بوينتس نقاط بطريقه مختصره، حاول انك تكون ملم بس في نفس الوقت ما تطول في الجمل، بحيث انه انت ما تبغى الشخص اللي بيقرا السي في يعني يمل او يشعر بالملل، انت تبغى الشخص ويكون بيقرا وهو نفسه يعرف اكثر عنك وعن مهامك. فهذا هو المفتاح انك كيف تحط الوصف المهام بشكل مرتب وكويس. يعني حاول انك تجمع كل شيء سويته لكن في نفس الوقت الجمل تكون واضحة وبسيطة ومختصرة،
تكون سهلة للشخص اللي قاعد يراجع السي في. ضروري برضو نقطة يعني نشير لها، إنه أغلب الناس إيش بيسووا في أي وظيفة سابقة، بيحط المهام أو الوصف الوظيفي. يعني أنا كـ HR ما أبغى أشوف الوصف الوظيفي لوظيفة معينة، أنا غالبا عارف إنه الوظيفة هذه من مهامها 1 2 3. لا، أنا أبغى أشوف أنت إيش إنجازاتك في هذه الوظيفة. يعني نحاول أن نوزن بين المسؤوليات والمهام المرتبطة بالوظيفة هذه، وبين أنت إنجازك الشخصي في هذه الوظيفة. فما يكون إحنا بس عندنا وصف وظيفي مهام مرصوصة وراء بعض. لا، أنا يهمني أنه الشخص يكون حاطط هو إيش أضاف، إيش أنجز، لو في أرقام، لو في نسب معينة يقدر يحطها، كذا بالعكس بيقوي موقفه وبيكون السي في أثرى وأغنى. طيب أستاذ عمرو، كيف بشكل عام كيف الشخص يعرف وين يدخل على أي مسار وظيفي أفضل له يحدده؟ تمام، احنا كذا بندخل في جزئية جدا مهمة، اللي هي جزئية اكتشاف أصلا الذات، أو إيش الميول الوظيفية، أو إيش الشغف. هذه كلها مجال يعني طويل وكبير، لكن خلينا نختصره كذا بكم شغلة. أنا يهمني أنه الشخص قبل لا يحدد أو يدخل مجال يكون عارف هو إيش شغفه وإيش ميوله. في كثير الآن اختبارات تحديد الميول الوظيفية والميول المهنية، لكن لنفترض أنه شخص ما يبغى يعني يلجأ لها، خلي شخص يبغى يعرف هو بنفسه، أو يدخل في رحلة استكشاف يعرف إيش ميوله أو إيش شغفه. فإيش ننصح في هذه الحالة؟ ننصح أنه غالبا الميول الوظيفية أو الشغف يكون عبارة عن 3 دوائر. تقاطع الدوائر الثلاثة هذه هو النقطة أو هو المجال اللي أنت حتكون غالبا حتبدع فيه، وغالبا حتكون شخص أكثر نجاح فيه. المجالات أو الدوائر الثلاثة هذه اللي لازم نسأل أنفسنا هي أولا إيش الأشياء اللي أنا أحب أسويها، إيش الأشياء اللي أنت تستمتع أنك تسويها. وهذه كيف أجاوب عليها؟ ببساطة فكر في الأشياء اللي أنت لما تسويها ما تحس بنفسك، ما تحس بالوقت، الحاجات اللي تعطيك سعادة من داخلك. فهذا الاكسرسايز أو هذا التمرين هو تمرين قلبي أكثر ما هو تمرين عقلي. ليش؟ لأنه أنت بتشوف إيش إحساسك، تسترجع إيش إحساسك وأنت بتسوي الحاجات اللي بتسويها في حياتك، وبالتالي تشوف إيش الحاجات اللي بتجلب لك السعادة، وإيش الحاجات اللي ما بتحس فيها بوقت، إيش الحاجات اللي أنت تتمنى أنك أنت يعني أحد الأسئلة المهمة عشان نكتشف الأمور هذه، سؤال المليون دولار إحنا نسميه، اللي هو أسألك لو أنت عندك اكتفاء مالي، أنت ما تحتاج تشتغلي، عندك فلوس اللي تكفيك بقية حياتك، كيف حتقضي يومك؟ إيش الأشياء اللي حتسويها؟ إجابتك على هذا السؤال غالبا حتكون هي الأشياء اللي أنت تحبي تسويها. فإحنا كذا غطينا النقطة الأولى اللي هي الأشياء اللي I like to do. طيب الدائرة الثانية أو المجال الثاني هي الأشياء اللي I'm good at، الحاجات اللي أنا أتقنها، الحاجات اللي أنا عندي فيها قوة. طيب هذه كيف أعرفها؟ هذه دائما نقول وننصح أنك شوف الناس يستشيروك في إيش. يعني حتلاقي عندك أصحابك، أهلك، معارفك في أمور معينة يستشيروك فيها، معناته أنت كويس في هذه الأشياء. شوف إيش الأشياء اللي أنت تحب تعلمها لغيرك، التيتشنج، أنت فين عندك التيتشنج أو التعليم؟ هل أنت شخص تحب تعلم تصوير؟ هل أنت إنسان تحب تعلم طبخ؟ فغالبا نحن نغطي هذه الجزئية. فأول الجزئية الأولى قلنا أشياء I like to do، الجزئية الثانية أشياء I'm good at، أشياء أتقنها، أول جزئية الأخيرة أنه أشياء لها قيمة المجتمع يطلبها، يعني أشياء يدفع فيها مال عشان تقدم، something يعني you get paid for. فتقاطع الثلاثة الدوائر هذه حيكون هو غالبا المجالك المميز، أو اللي حتبدع فيه، أو اللي احنا ننصح انك تكون تكمل فيه حياتك الوظيفية. فهذه طريقة سريعة ممكن تخلي أي واحد فينا يجلس مع نفسه ويفكر ويقيم ذاته، وبالتالي يوصل للمجال المناسب له واللي حيبدع فيه أكثر. معلومات جدا مهمة ذكرتها أستاذ عمرو، وأكيد الكل يستفيد منها ومن هذه النصائح. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا انتظروا المزيد بعد الفاصل.